بداية احنا بنشكر اخواننا وحركة فتح واخواننا والعائلة والموقع التنظيمي، وهي بنم عن أصالة شعبنا وقوفه جنب أبنائه. يعني هاي هي هجمات الاحتلال الوحشية اللي هي ضمن هذه السياسة الضم وغيرها من ممارساتهم، يقوم باعتقال العديد من رجالنا من أبناء هذه المحافظة تحت عنوان عملية شوفة، ويتم اعتقالنا وأخذنا إلى هذه المقابر والزنازيل في الجلمة، والتحقيق والشبح بالليل والنهار من أجل تركيعنا وكسر إرادتنا وعزيمنا وزحزحتنا عن إرادتنا وعن ثباتنا على هذه الأرض. نحن نقول أننا باقون على هذه الأرض ولن تكسروا عزيمتنا ولا إرادتنا. وإذا أنتم فكرتوا أنه أنتم بهذه الحركات وهذه الاعتقالات بتكسروا إرادتنا وبتخوفونا وبتطبعونا، فإحنا بنقول كما قال رئيس الراحل ياسر عرفات: إحنا لا بنخاف ولا بنطبع، إحنا بنطبع وبنخوف وإحنا باقيين. تحياتنا لكل الأسرى ولأهالي الأسرى، متمنين لهم إن شاء الله رجوع لهم لأهاليهم قريبا إن شاء الله. إحنا بنشكر قيادتنا الفلسطينية ووقوفها جنبنا جنب كل معتقليننا ومتابعتهم لإلنا، ونشكر الأجهزة الأمنية وعطوفة المحافظ ونائب عطوفة المحافظ أخونا مصطفى القرقاب وعلي، ونشكر الجميع على هذه الوقفة الطيبة، وشكرا لكم جميعا. أنا ولي شهد شرف عظيم أنه نستقبل أخونا أبو حسن، يعني من الرجال يعطيكم العافية شباب. مرة أخرى نشكركم باسم حركة فتح منطقة شهيد دكتور خالد التابي ضماني حقيقية للسلم الأهلي من هون. احنا لكل من شاركنا في مهرجان استقبال اخواننا الاسرى علي عدي وبشار مصاري وكل الاحترام لكم، وطلب علينا مصطفى رجالاتنا الحقيقيين والضماني في المجتمع الفلسطيني. بنقول لكل اسرى شباب تفضلوا على الساحه عبد علي. الحمد لله على سلامته وسلامه الجميع. احنا بنقول ان شاء الله دائما بينك عامر محمود علي معهم وقلوبنا معهم ودائما مساندينهم ووقف معهم مع عائلاتهم واهاليهم، وهذا اقل شيء واجب. هذا ان الشرف والكرامه والعزة والشموخ وهذه الشجاعة وهذا الاستقبال بكل يا شباب تفضلوا على ضيوف اخونا علي ورجالنا، و يعني كل الاستقبال اللي يعني بيسعدنا وبفرحنا. هذا اقل شيء نعمل واجب يعني بحركة فتح وكل هذا المكونات في المنطقة التنظيمية للدكتور ثابت بكل مكونات امين سرها واعضاء اللجنة التنظيمية وكل كادرها وكل مكوناتها وعائلاتها وآل عودي وجميع اخواتنا الافاضل اللي استقبلوا اخونا علي عودي، لانه يستحق هذا الاستقبال واقل ما فيها استقبال يليق في اسرانا وابطالنا ومناضلينا. والله يعطيهم العافيه والحمد لله على سلامه.